مسألة انتشار الإسلام بالسيف في تفاصيل بلا شك، يعني لا يجوز الجواب بنعم أم لا، كذا في تفصيل بلا ريب في ذلك. ويكفي أن أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر قال يا علي أدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.